ونرجع نستكمل لقائنا مع المهندسة شهد الصرايرة. كنا بنحكي عن اللغة اليابانية. بالضبط. تتقنيها. وصلنا انه حكت لي البروفيسور انه انت ما رح تقدري تتقني اللغة اليابانية الا اذا حتحكيتي بالشعب الياباني. وفعلا يعني حاولت انزل على الشارع الياباني كل يوم احتك مع الناس على السوق المحلات. طب هم السنسين دالحين هيك بيحكوا معك اذا حكيتي معهم؟ بالضبط. اها بيرجع علي اصلا بكيفه لما حدا يحكي معهم باجنبي يحكي معهم بالياباني انه كثير بنبسطوا وبيحاولوا يعرفوا عن حالك اكثر انت من وين شو بتعملي شو بتدرسي فانا حلو. هذا ساعدني اني اتعلم اللغه. طيب جيتي على البلد وبلشتي بدك تعملي مختبرات للخلايا الجذعيه او بدك تلاقي وظيفه او بالجامعه او شو واجهتك مشاكل؟ هلا انا قبل خلينا نحكي قبل ما ارجع على البلد انه يعني الحمد لله كنت من اوائل الناس اللي حصلوا على علامات عالية بالجامعة بالنسبة للخلايا بأبحاث الخلايا الجذعية. وقتها كمان شاركت بإحدى المؤتمرات وقدمت البحث تبعي وفاز بحثي على أفضل بحث على مستوى الجامعات اليابانية. فأنا لما شفت حالي إنه يعني بنجز كتير فأنا حبيت أرجع على البلد إني أنقل هاي الخبرة للجامعات الأردنية. أسألك سؤال، خلايا الجذعية توصلت لإلها بشفي أمراض إيش أو بيساعد على شفاء إيش أمراض إيش الأمراض؟ هلأ شوفي الخلايا الجذعية هي بتندرج تحت قسمين، في القسم العلاجي اللي خلص له بروتوكولات عالمية ومعتمد باستخدامه لعلاج أمراض معينة مثل أمراض الدم زي اللوكيميا، عندك أمراض اللي بيكون فيها نقص المناعة، شخص ما بيكون عنده مناعة فوقتها بنقدر نستخدم الخلايا الجذعية لعلاج هذا الشخص. في عندك الخلايا الجذعية بتندرج تحت قسم ثاني اللي هو الأبحاث زي السكري العقم أو أي أمراض ثانية، هاي ما زالت تحت الأبحاث والتطوير، لم تصل إلى درجة علاج معتمد، ما بنقدر إنه نحكي هي تعالج بالخلايا الجذعية بعد، ولكن في تحسن، في ناس أعطى تحسن بالنسبة للخلايا الجذعية، في ناس ما أعطى تحسن، فهي النسبة بتختلف من شخص لشخص. العلماء ما زالوا تحت الأبحاث عشان يقدروا يوصلوا للطريقة الأكثر فاعلية وأكثر أمان لعلاج هذا المرض المعين مثل مرض السكري باستخدام الخلايا الجذعية. تمام، إجينا على عمان. إجينا على عمان. بصراحة أنا انصدمت يعني إنه بواقع الخلايا الجذعية بالأردن، يعني تفاجأت إنه في باحثين أو عيادات أو أشخاص إنه بيشتغلوا بموضوع الخلايا الجذعية، ولكن إحنا بواقع الحال ما كان عندنا أسس وأنظمة بتنظم مجال الخلايا الجذعية بالبلد. يعني إحنا ما بصير ندخل أي مجال طبي قبل ما يكون عندنا الأسس والأنظمة اللي بتنظم هذا المجال. حبيت أنقل الخبرة زي ما حكيت بالنسبة للخلايا الجذعية للجامعات الأردنية. انصدمت إنه لما قدمت شهاداتي في جامعات حكت لي احنا انت مثلا متخرجين من اليابان، احنا بنفضل الناس المتخرجين من امريكا او اوروبا اللي بيحكوا انجليزي. يعني انا قلت لهم اطلعوا على مؤهلاتي قبل ما تطلعوا على البلد اللي انا متخرجه منه، يعني واليابان يعني بالضبط بالضبط هناك يعني هم ال- 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 النقطه انه اللي دارس بامريكا وباوروبا انه الانجليزي تبعه احسن. طب انتوا اطلبوا لي توفل، انا التوفل عندي العلامه كثير عاليه فالإنجليزي عندي متقدم جدا، فهم ما بتطلعوا على الشهادات أو على المؤهلات، بتطلعوا بس على البلد اللي أنت متخرجة منه. في جامعات بتحكي لي إحنا بنعين على ديوان الخدمة المدنية. هلا أنا تخصصي نادر، أنا أصلا تخصصي مش ليجي دور انتهى هذا أنا أصلا تخصصي بالضبط أنا أصلا تخصصي مش مدرج على ديوان الخدمة المدنية لحتى أنا أقدم عن طريقه. في جامعات قدمت لها قالت احنا مش مهتمين بهذا التخصص حاليا، فيعني هون وهون وهون انا ما لقيت اي وظيفه باي جامعه اردنيه وللاسف. وبتعرفي انه باحنا بمجالنا الواحد لازم يكون على راس عمله عشان يضل متذكر التقنيات، احنا يعني مجالنا ابحاث فالواحد لازم يضل انه دائما على تطور بمواكب للتقنيات اللي بتطلع. فاذا الواحد إذا ترك العمل لفترة معينة ببلش ينسى بتضلك أنت لحالك قاعدة تفتح الكمبيوتر وتضلك تشتغل بالضبط، بتبلش الخبرات إنه تروح تختفي من تتلاشى شوي شوي. فأنا هاي المشكلة اللي عانيتها للأسف.
طب اليابانية ما طلبوا منك تبقي وتستمري في الأبحاث؟ بالضبط، بس أنا حبيت أرجع أقدم إشي للأردن. يعني الواحد قد ما قعد بالغربة بالآخر بده يرجع لبلده، فأنا ليش يعني ليش أقعد بالغربة وأنا يعني أنا بالنسبة أوكي أنا بعشق اليابان، وأي حدا بعرفني بعرف قدي أنا بحب اليابان، بس بالآخر أنا عندي الأردن أولاً. يعني أنا حابة أقدم إشي للأردن وللأسف ما لقيت فرصة. هلأ حبيت أعمل إشي أنا بجهد ذاتي بالنسبة لموضوع الخلايا الجذعية، واللي هو إني أسست موقع اسمه موقع عين على الخلايا الجذعية، وهو أول موقع عربي مختص بنشر المعرفة والتوعية بخصوص الخلايا الجذعية. الحمد لله انتشر على مستوى الوطن العربي كاملة، وعندي يعني شهريا فوق 10,000 متابع. أوف، 10,000 متابع. بضل تكتبي أشياء شو عم بصير، بضل يعني بشوف دائما يعني مواكبة لآخر الأبحاث بالنسبة للخلايا الجذعية. ببعثون المرضى استشارات بالنسبة لأمراض معينة بقدر أفيدهم، يعني في تواصل الحمد لله. تواصل معي رئيس مركز أحد البحوث الطبية بإحدى الدول العربية وطلب إنه يتبنى هذا الموقع، كتير انبسط منه. أنا قلت تبناكي. لا هو يعني تبنى ال ال قبلتي. أنا يعني بصراحة أنا حابة أقبل لأنه ما في جهة أردنية، يعني كنت حابة جهة أردنية تتبنى هذا الموقع، بس بما إنه ما في جهة أردنية أنا مضطرة أقبل هذا العرض، لأني أنا هدفي بالآخر إنه هو يوصل لا تفيد الناس من اللي درستيه وتعلمتيه بالضبط وفي بلد زي اليابان، يعني مين يصح له؟ بالضبط. فأنا هدفي إنه يوصل هذا الموقع عالميا، والحمد لله منتشر على مستوى كتير عالي. اللي بدخلوا يعني إذا بتطلع عليهم بتلاقيهم كلهم تبعون الأبحاث، الدكاترة، المؤسسات الطبية، هذول هن اللي بتابعوا كمان الصفحة. هلأ الحلو بالموقع إنه أنا بنقل المعلومة بطريقة مبسطة جدا، اي حدا باي تخصص بقرا المقاله اللي انا بنزلها بفهم شو هو الموضوع. يعني انا ما بكتبها بطريقه طبيه انه استهدف فيها الاطباء، انا بستهدف فيها العامه. فمشان هيك انا زوار الموقع عندي من كافه شرائح المجتمع وكافه التخصصات. مشان هيك هو وصل لاكبر شريحه ممكنه من الناس بالوطن العربي. ما في حدا من الاردن داخل عليه؟ في عندي زوار من مختلف انحاء الوطن العربي. وبعد هالموقع هذا وشهرته ما رجع حدا حكى معك؟ ابدا ما في للاسف. ما يعني في عنا اهتمام في الخلايا الجذعيه؟ لشو هاي ما بتفيد هيك فاضي؟ شو التخصص اللي درستيه شاهد؟ معقوله انت يعني انا مرات بيحكوا لي انت يعني ضروري تروحي على شغله نادره، ضروري تدرسي هذا. هذا هو ادرسي، هذا المفروض انه الواحد يروح يدرس شغله نادره علشان يفيد فيها بلده. مش بكره تروح شهد على بلد عربي ولا ترجع على اليابان تفيد اليابانيه وتفيد كل الناس اللي عايشين بهذا البلد، بدل ما تفيد اهل بلدها اللي هم بحاجة إنهم لهذا الشيء. بالضبط بالضبط. طيب شو عملنا هلأ هنا قبل ما المرحلة ما قبل الأخيرة في أنك أنت ممكن تطلع على دولة عربية؟ يعني وظيفة هلأ هو بلش معاك في أنه يتبنى الموقع، صح؟ ولكن أنا أكيد هو حيا يأخذ شهد. بالضبط بالضبط. هلأ هو حكى معي التليفون ويعني كان مهتم جدا بتخصصي، سألني وين درستي، كيف طلعتي على اليابان. يعني كان منبهر جدا بالإنجازات اللي أنا عملتها، وحتى انبهر أكثر إنه أنا لما طلعت على اليابان حصلت على منحة من الحكومة اليابانية، أنا ما طلعت مدعومة من أي جهة أردنية. أنا قدمت للسفارة اليابانية وكان الامتحان حتى كتير صعب اللي مرقنا فيه، وكان حتى في مقابلة، وبالآخر حصلت على منحة من الحكومة اليابانية، وهي أعلى منحة أصلا باليابان ممكن طالب يحصل عليها. فهو كان كتير مبسوط منبهر بالإنجاز اللي أنا عملته كمان في اليابان. فالحمد لله يعني في يعني أدي لواحد أدي أنت زعلانة عن جد شهد؟ في بقلبي قصة، يعني أنا كتير عن جد متضايقة إنه يعني أنا أعلنت عن يعني هذا الموقع إله، مع إنه هو موقع بلش يمكن إله 3-4 أشهر، ومع ذلك انتشر بطريقة أنا ما كنت متصورتها، وصل لشريحة كتير كبيرة من الناس. اتضايقت إنه ما في أي جهة أردنية دعمت هذا الموقع. أنا بالآخر يعني هو الموقع يعني توعوي، فأنا كنت متوقع إنه مثلاً وزارة الصحة تتبنى هذا الموقع،
جهة خاصة، جهة طبية خاصة تتبنى هذا الموقع، تستقطب شهادة تقول يا شهادة تعالي اشتغلي عندنا، نحن بحاجة لإلك بحاجة. إنه معقول؟ أنا متفاجئة، زعلانة يمكن زيك يمكن أكثر، إنه عم بشوف هذا الناس اللي هيك عم بيطلعوا لبرا، هلأ رح تفيدوا غيرنا بالضبط، في أمس الحاجة لنا زيك. يعني أنا لما طلع هذا الموضوع وأثاروا على مواقع التواصل الاجتماعي، في كتير تعليقات إجتني، اطلعي اطلعي برا البلد، ما تضلي، ما في أمل هون، ليش أنت رجعتي أصلا؟ فكلها كانت تعليقات سلبية، بس أنا بصراحة يعني أنا هاي التعليقات السلبية ما بحطها في بالي أصلا. أنا يعني بدك تقاتل لآخر لحظة، بدي أقاتل لآخر. أنا مصرة أعمل إشي بخصوص الخلايا الجذعية بالأردن، أنا بدي أضل، مش طالعة، مش طالعة. يعني هدفك مش مادي، ما بدك، أنت مش هلأ إذا طلعتي على دولة عربية وأنت عندك هالتخصص وهالدراسات هاي، بكرة بدك ترجعي صح نلحق عليك فلوس. صح بالضبط، أنت بالأخير أنت راضيانة بأي شيء، ولكن بدي وظيفة، بدي وظيفة أفيدكم فيها. أنا مش الهدف الوظيفة، صح الهدف بالزبط. اللي تعلمته أساعد وأعالج، يعني أساعد في علاج ألاف الناس بهذا. يعني أنا الهدف بدي أوصل فكرة إنه أنا مش هدفي وظيفة أخذ راتب آخر الشهر، أنا الراتب مستغني عنه. قبل شوي كانوا ضيوفي قلت لهم ما عندكم واو يعني واسطة، فأظن أنت كمان بدك واسطة، بس مش لازم يكون في واسطة، أنت لازم يكون الناس عم بتقتلوا عليك وأنت تقرري وين بدي أروح. يعني بالآخر الواحد شو بده؟ يعني أنا يعني حكيت لأكثر من جامعة لما قدمت، شكرا بالراتب أنا ما بدي إياه، بس أعطوني مكان مختبر أشتغل فيه. أنا بحب التعليم، وحتى من كتر ما بحب التعليم أنا أصلاً كمان أسست أكاديمية إلكترونية، وهي حالياً معتمدة من جامعة ويسكونسن الأمريكية. أنا محاضراتي أونلاين تدرس بالجامعة ويسكونسن. أيوة، هي معلومة جديدة كمان. بالضبط، يعني أنا وصلني كمان رسائل شكر من جامعات كتير عالمية، وصلني رسائل شكر من بروفيسورات بكامبريدج، وصلني من إدنبرغ بيحكوا لي شكرا جدا على المحاضرات اللي انت عمليتها على الاكاديميه، لانها بتبسط المعلومه بطريقه توصل للطالب بوقت قياسي، يمكن 10 دقائق او 5 دقائق، بدل ما يقعد وقته بالساعات على جوجل يدور على المعلومه انه كيف هاي تصير وكيف هاي نعملها. لا، انا كل هاي المعلومات مجمعيتها بفيديوهات مبسطه توصل لهم المعلومة إلهم بطريقة جدا سريعة. مش عارف شو تقول لك، يعني أنا حزين زيك، بس بلكي هيك، بلكي في حدا شاف وقال لا ليش تطلع، خلينا نحن نستفيد منها إن شاء الله. من المؤسسات الطبية الخاصة يعني طرقتي بابهم بس رحتي على ديوان الخدمة المدنية؟ أنا طرقت باب الجامعات الصراحة. ما أنت بدك علمي أكاديمي؟ أنا بدي أكاديمي، أنا بدي أوصل لمرحلة إنه إحدى الجامعات الأردنية تعترف بتخصص الخلايا الجذعية أكاديمية. مش معهمش فلوس، شو بدنا نعمل؟ بدنا نضلنا معهمش فلوس خلص، أو بدهمش يفتحوا هذا التخصص. ممكن إحنا نجيب الدعم من الجهة اليابانية، وأنا أصلاً لما عرضت لهم رح أجيب لكم دعم. مش مشكلة الدعم، يعني في جهات بتدعم، في جهات أوروبية بتدعم، في الجهة اليابانية كمان بتدعم الدعم، ما في أي مشكلة، بس إحنا بدنا تحرك من الجامعات الأردنية لحتى نعمل قسم خاص بالخلايا الجذعية، نقدر نخرج طلاب مختصين بالخلايا الجذعية. إحنا ماشي زي ما حكيت مسبقاً، في ناس بتشتغل بالخلايا الجذعية لعلاج الأمراض معينة، بس إحنا بدنا نخرج أجيال مختصة، ما بدنا واحد إنه ناخد دورة شهرين ثلاثة إنه خلص صار اختصاصي خلايا جذعية. لا، الخلايا الجذعية هي دراسة سنوات، هي مش دورات. قديش قعدتي درستيها؟ أنا درست 3 سنين تقريبا باليابان، 3 سنين، يعني 3 سنين كنت شغالة على الأبحاث، ولحتى قدرت صرت متمكنة جدا، وحتى لما وصلت لمرحلة إنه عينوني مشرف بالمختبر، أي طالب جديد بيجي على المختبر أنا كنت المشرف إني أدربه، فالحمد لله متمكنة جدا، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني بالأردن نقدر نعمل إشي لحتى نقدر نخرج أجيال مختصة بهذا المجال. شاهد موجودة قبالي، بس يمكن يا بتروح اليابان يا رح تروح لأحد الدول العربية، بدل ما نحن نفكر فيها وناخدها ونفيد ونستفيد، نستفيد من خبرات هاي الصبية اللي ما بتدور على المادة، بتدور على تعمل إشي لبلدها وتعمل إشي
للناس تفيدهم صحيا، وقديش نحن يعني بحاجة لهذا الإشي. إن شاء الله يا رب، بدي أتفائل يعني إن شاء الله. أنا إنسانة متفائلة، ولكن يعني مرات اللي بشوفه بيخليكي هيك تنصدم الصدمة العجيبة زي ما بقولوا. نتأمل إن شاء الله إنه شهد ما تطلع برا الأردن. نتأمل يكون في ناس وطنيين، ناس غيورين، ناس بحبوا البلد، يتبنوا معنيين بهذا الموضوع، مش أي واحد يعني، يتبنوا ويقولوا لشهد شهد ما تطلع، إحنا بدنا إياكي، الأردن بحاجة لإلك إن شاء الله. إن شاء الله الأردن يعني بحاجة لإلك، بس إحنا بحاجة بالزبط لناس يحبوا الأردن. بالضبط. شيك. إحنا بحاجة لدعم دائما، الأشخاص اللي عندهم أفكار، الأشخاص المبدعين. أنا مش لحالي في البلد يعني، عندي أفكار، في كتير ناس أشخاص، وإحنا بس بدنا، إحنا ما بدنا مادة، ما بدنا إشي، إحنا بس بدنا دعم إن شاء الله. شهد الصرايرة المهندسة اللي اليابان كرمتها، الدول العربية عم بتقولها تعالي عنا، وبالأردن مش لاقي وظيفة، بقول لك شكرا. إن شاء الله بنسمع أخبار حلوة زيالة. وأنا بس يعني في الآخر أنا بدي رسالة شكر للإعلامية اللي أصلاً أثارت هاي القضية. وأنا معاكي سهير عبد القادر بمرن برنامجها نبض المجتمع على قناة FM&FM، والمحامي اللي كتب أصلاً المقال اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا من خلالها ومعرفنا بقصتك. مظبوط. المحامي رايق المجالي، إلهم كل الشكر ونشكرهم كتير اللي اهتموا في قضيتك. شكراً. بالزبط. شكراً. بالزبط. شكراً. 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 شكراً.